نهضرش المولوديه، لان اولا مرتبطه بالثوره، مبروك المئويه وان شاء الله من انتصار الى انتصار اكثر. انا قررت باش نخلي لهم الملعب نتاع دويره نخليه تحت سير. وهذه اجمل هديه، مبروك عليهم ويستاهلوا. Querido amigo, a través de estas líneas, desearía dejar un testimonio escrito de reconocimiento del Real Madrid y del mío propio por la participación del Mouloudia Chaabia de Argel en el torneo intercontinental organizado por nuestro club en el marco de las celebraciones de su 75º aniversario. Firmado por Santiago Bernabéu. هنا حيث يرسو تاريخ الجزائر مثقلا بذكرياته الأليمة عن زمن الاحتلال الفرنسي، ترى ملامح من قسوة الفرنسي المحتل بكل جبروته وطغيانه كندبة في جبين الجزائر. قبل عشرينيات القرن المنصرم لم يكن ثمة متسع لهم في وطنهم حتى في فريق كرة قدم. Après des alternatives diverses, les buts du Gallia sont menacés de la façon la plus dangereuse et le gardien battu. Mais son arrière central, très clairvoyant, réussit à rétablir la situation. On arrive ainsi à la. ودار الزمان دورته بعد استقلال الجزائر عام 62 و900 و1000 ليتلاقى فريق فرنسا مع فريق مولودية الجزائر في نهائي كأس البحر المتوسط عام 75 و900 و1000 وجها لوجه. كنا في المجموعة تاع ليبيا، مصر، تونس والجزائر، هادو هما المجموعة. ولكن جزنا كامل كما يقول لك هذوك المرحلات، ربحناهم كامل، المقابلات كامل ربحناهم باش لحقنا للنهايه مع فرنسا. وما يخفاكش هذيك المقابله هذيك، واش نقول لك، ما نقدرش نعبر عليها. كنا ننتظروا فيها، الشعب الجزائري كامل كان ينتظر فيها. كانت مقابله، نقول لك سياسه ثاني، كانت فيها شويه سياسه. كانوا المسؤولين تاعنا ما كانوش حابين الميداليه تروح من الجزائر. من المحال ان يحضر الرئيس هواري بومدين، الرئيس الرمز، والجزائر تخسر مباراه مثل هذه ويصعد النشيد الفرنسي والعالم الفرنسي. كان يعني من المجنونية أن نقول هذا للرئيس آنذاك. لكن السؤال الأهم هو كيف تمكن فريق كرة القدم الجزائري من الوصول إلى النهائي مع خصمه عدو الأمس بعد عقد ونيف ليس إلا. في العشرينات 1920، من بعد الحرب الأول انتهى، جاء إنسان من عائلة كبيرة بالفرنساوية يقولوا ليني متربي
في الحجر تاع نتاع نتاع الثوار نتاع هو الأمير خالد. الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر الجزائري. في هذا القصر الواقع في مركز العاصمة الجزائرية مقابل مقام الشيخ عبد الرحمن الثعالبي تحضر ذكريات مرحلة بكل ألاقها. القصر الذي تنتصب داخله أعمدة رخامية ويحمل طابعه العمراني عراقة زمن غابر عاشته الجزائر قبل قدوم الفرنسيين لأجيال متلاحقة. كان الأمير خالد ضابطاً في فرقة الخيالة الفرنسية، لكن مشاركة بني قومه من الجزائريين في الحرب العالمية الأولى دفعه للتفكير بإمكانية انتزاع الاستقلال عن فرنسا واستعادة الجزائر لهويتها القومية الخاصة. الأمير خالد يعني في الدروس نتاعو والعقلية نتاعو والنظرية نتاعو قال الحالة هذه ما تقدرش يعني الشعب يتم هكذا يثور والدم يثور الدم. قال لازم له يكون متنظم يعني في إطار ولا في حزب ولا في وين الشبان تاعو يكونوا يعني ما 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 القوة تاعهم ما تكونش ضايعة هكذا في السلسلة. ولكن القانون اللي كان طويت على الشعب الجزائري كانوا هذا الوقت يقولوا الفرنسوية لو كود لانديجانا، قانون الناس نتاع القانون البلدي يعني العرب ما في استلام ما تقدر دير والو. كما يعني صرات في افريقيا الجنوبية يعني الابارتهايد دل هنايا. جاتوا فكرة دراسة نتاعو شاف في هذاك القانون الفرنساوي شاف طاقة حلولة وين ما خمولهاش النظام الرياضي هذا قعد تسمى يعني عمى ما هدروش عليه بزاف. على خمم قال ولو كان نديرو حاجة في الإطار تاع الرياضة نكونوا نجيبو الشبان تاعنا في جمعيات دارها رياضية حتى القانون يسمح لهم يكونوا جماعة رياضية، ومن ثم من الرياضة نعرفوا كيف نخدموا سياسيين. هذه الحركة الثقافية والرياضية ما طاحتش من السماء كما نقولوا إذا صح التعبير بالدارجة. هذه الحركة هذه انطلقت كردود الفعل ضد المشروع الاستعمار اللي حب يشتت الشعب الجزائري. وفي هذا الإطار يعني قيل باللي المولودية تأسست بعد ما واحد من العناصر اللي قاموا بها التأسيس تجول في ساحة شهداء اللي نسميوها ساحة شهداء حاليا واللي كانت واسمها بلاصة العود أو ساحة الحكومة. فرنسا تسميها ساحة الحكومة والشعب الجزائري يسميها ساحة العود. يعني بعد هذا الشخص هذا سيد علي عوف كان يتجول وشاف الشباب نتاعنا يلعب كرة القدم والكرة كانت بالجرائد يعني بالجرائد والعصر الجيش الفرنسي كان جايز عناصر هذا الجيش كانوا جايزين وقالوا ها هذا هو البارك دي برانس تاعهم.
وردود الفعل تاع هاد الناس هادو كان تأسيس مولودية الجزائر. هذا غلط كبير، خاصة بعد ما نعرف باللي تأسيس المولودية كان مرتبط مع الطموح الجديدة تاع الشعب الجزائري، الطموح اللي تخليه يعني يتحصل على الديمقراطية وعلى يعني مجتمع يعني تكون فيه العدالة. باب عزون في العاصمة الجزائر. هنا كان ثمة مقر تجتمع فيه جمعية المولودية، ولكن كيف كانت الشرارة الأولى لتأسيس هذا الفريق العريق؟ لما أوف ربي يرحمه اللي هو كان هو اللي خلق نقوله مولودية الجزائر، لما راح قدم الاعتماد طالب الاعتماد تاع النادي، كان في هناك بحث من طرف المخابرات الاستعمارية آنذاك وين غميق، يعني سألوه مثلا على اختيار الألوان، لماذا أخضر وأحمر؟ هو أوف النية تاعو هي هذوك هما الألوان تاع الجزائر، أحمر أخضر، وثم بعد جاء الأبيض لما خرجت بما يسمى نجمة شمال أفريقيا، وين كانت تمثل ثلاث ألوان، أبيض والأخضر والأحمر. أحمر هو المغرب، تونس الخضراء، والجزائر البيضاء. دونك واخدا الأحمر والأخضر باش ما يكونش فيه يعني عراقيل، ما دارش الأبيض. لما سألوه قال لهم أنا خيرت هذه الألوان لأن الأخضر هو الجنة والأحمر هو جهنم. قالوا له كيفاش جهنم؟ لماذا جهنم؟ قال لهم جهنم على الفرق اللي راحت قبلنا في المباراة الكروية. يعني شوف كيفاه، عرف كيفاه يميع. هما ضحكوا يعني صابوا هذا الجواب شوية يعني بسيط، ما هوش خطر يعني على حساب دونك باش عطاو لهم الاعتماد. اشتياقي وسرت سرت نياقي الروح الإنسانية والروح الوطنية كانت ساكنة في الرياضيين، جميع الرياضيين. علاش؟ على خاطر السياسي راهو يخدم في الرياضة، السياسي راهو يقرش في الرياضة أمر السياسة، والرياضة راهي دافع في وسط الملعب، والشعب اللي يتبع اللي يجي للصطاد ما يجيش باش يشوف غير الربح تاع المولودية هكذا، يجي باش يشوف الفريق الجزائري يغلب الفريق العنصري. أوف يعني دار من 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 كل إمكانيات تاعو، وصل حتى وين السيدة اللي رباته، لأنه كان يتيم، هو يتيم، السيدة اللي رباته كي شافته متحمس باش يخلق هذا النادي ولازم إمكانيات يعني مالية، باعت تلت ديور اللي كانوا عندها على مستوى القصبة بما يسمى الدويرات، دويرة قدام دويرة على مستوى مدينة سيدي عبد الرحمن، باعتهم 1500 فرنك فرنسي أنذاك، اللي كانت يعني نقدر نقولوا مبلغ مالي لا بأس به، وهداتهم له باش يكون هذا النادي هذا. ولم تكد تمر ست سنوات على نشأته حتى انتقل المولودية إلى نادي الترقي بجهد ودعم من البرجوازية الجزائرية التي ساهمت بشراء النادي. هنا قريبا من إطلالته البحرية وسط العاصمة، نشأ نادي الترقي صاحب الدور التاريخي العريق في تشكيل الوعي القومي للجزائريين، فكان مقرا لفريق المولودية قبل أن يتحول لمقر رئيسي لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، حيث
لا تزال بصمات الشيخ ابن باديس والشيخ محمد بشير الإبراهيمي وشيوخ الجزائر الكبار عالقة بكل ركن من أركان النادي. المولودية المقر نتاعها كان في نادي الترقي. نادي الترقي تأسس في 1927. هذا النادي الترقي من بعد يعني طلب خدمات إمام العقبي اللي كان في بسكرة. وشكون اللي اكتشفت الإمام العقبي؟ هي المولودية. راحت كانت عندها مقابلة في بسكرة ويعني اكتشفوا هذا الإمام هذا في الجامع، صابوا باللي المحتوى نتاعو ضد لو شارلاتانيزم، ضد لو شارلاتانيزم وضد لا ناتوراليزاسيون. هكذا وجد الجزائريون متنفسا لهم لتجسيد صورة رمزية عن الصراع مع المحتل، معركة تجري بين فريقهم المولودية وفرق الاحتلال الفرنسي، رياضية شكلا سياسية في المضمون. كانوا يخافوا منا. كيفاش كنت تدخلوا في فيستر؟ كيفاش تمشوا روحكم؟ كيفاش قالنا راح نلعبوا مع لايسيسو؟ كيفاش كذا كيفاش هذيك هذيك الناس نسخلوا نحلفوا وبسيكولوجي تحلفوا نحلفوا في الاخر في داخل داخل فيستر. كيفاش تحلفوا؟ باش تحلفوا اقسموا بالله الله هيا الله 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 هذيك يوم وصايم يلحقوا بالإكيب. تسمع راكم تجاهدوا وشو المجاهدين وش العلال؟ الله أكبر الله أكبر. لا جاهدين محسوب ما كاش تخرج هذاك باش تسجعوا بس. نفس العام وين تكونت النجم الشمال أفريقيا يعني مؤسسة سياسية، لا تكونوا الأندية الثانية اللي جاءوا بعد مولودية الجزائر 1926 فبراير، تكون الجمعية إسلامية في وهران في الغرب 1926، تكون الجمعية إسلامية واحدة أخرى في قسنطينة اسمها شبيبة الرياضة القسنطينية. شوف يعني الفك كيف كان دالة 21 26، ثلاثة تكونوا ثلاث مؤسسات. وتتابع نشاط المولودية وتمكنت من استقطاب خيرة لاعبي الجزائر في مختلف الرياضات. المقابلات اللي كانت تجمع المولودية والأندية الفرنسوية كانت يعني كيفاش نقولوا سبب اللي خليها الشعور هذه يعني تزيد تتركز وتخلي الشعب باش يحارب ولو بالكلمة الاستعمار الفرنسي. أنا هنرجع لهنا يا أنا واش شفت لا زوج أندية في الواسطة، واحد هنا في العاصمة ضد 10 وهذا معناها كل مقابلة كفاح، كل مقابلة كفاح رياضي على كل حال. نعم بصح في الحقيقة كي بصفنا صغير يقولوا كلاريير بونسي سياسية. مباراة نصف النهائي لكأس شمال إفريقيا تدور في الجزائر بين إفسي لبليدة في الرداء الأسود وإفسي وهران في الرداء المخطط. بليدة تهاجم بريس ورويز ومتاح وكمان وشميت، ثم يهدد سيكار هدف وهران ويسجل هدفا بديعا في الزاوية. ذاك الوقت لازم تروح، ما كانش مكان آخر من غير نادي استعماري أو فرنسي كما لوماسي ولايسوسي والقاليا وكذا، لأن في كل نادي تاع الاستعمار كان واحد ولا زوج جزائريين. ولما المولودية طلبت باش يكون باش يكونوا النادي، جات فيه معلومة
من طرف السلطة الفرنسوية هناك وين يرزموا عليهم، قال لازم تدوا ثلاثة ولا أربعة فرنسيين أو أقدم السوداء هذوك لازم يكونوا في الفرق تاعكم. نجم نقولوا بلي المولودية عندها طابع ثقافي يعني ضخم، خاصة بعد ما نعرف بلي هي اللي كانت اللي يعني ساهمت في تأسيس جمعيات تاع الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية اللي تسمى الموسيقى الأندلسية. وبعد الشيوخ تاع الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية كما محمد خزناجي، كما سيد أحمد سري، كما مصطفى اسكندراني، جازوا من الجمعيات هادو اللي ساهمت في التأسيس نتاعهم مولودية الجزائر العاصمة. وما لازمش ننساو باللي نائب رئيس مولودية الجزائر كان آنذاك المغني الكبير تاع الموسيقى الشعبية، وهو حاج مرزق رحمه الله، اللي كان من أبرز المواطنين في الحركة الوطنية. يعني يلي تحب تعمل صفور شارك في المولودية، الكلوب هو المشهور في شمال إفريقيا. نبدأ للقول نغني من جهتو كون مهني، كور فير صور ولي الكوني تقول سبع ولد الضنيا. الجدير بالذكر ان المسرح الشعبي الجزائري تأسس في هذا الإطار، يعني في هذا الجو السياسي الثقافي وطني، والمؤسسين تاعو محي الدين باشطرزي، رشيد قسنطيني، وعلالو، يعني كانوا في المسرحيات نتاعهم يساندوا طموح الشعب الجزائري ويحاربوا الأفكار الاجتماعية الخايبة اللي غرستهم فرنسا، ويقوموا يعني بإشارات اللي تخلي الشعب الجزائري يتقوى سياسيا اجتماعيا وثقافيا. وتتوالى خطوات المولودية عاما بعد عام. ذاك الوقت كان فيه تصدي بفضل بعض من الرجال، نذكرهم جاود، دريش، أوف، يعني والتحقوم بعد بعض من الناس اللي ساهموا بصفة بسيطة ماليا، ومن بعد جازولي اللي كان أمين العام، هو نقدر نقوله العمود الفقري، هو اللي ينظم، هو اللي حتى ولو بعض من النوادي الفرنسية يجوا يستشروه فيما يخص القوانين وكذا وكيف يديروا احتجاج. كان على المؤسسين اتباع مسار أخلاقي مغير لذاك الذي رسخه وجود الاحتلال الفرنسي. الناس كانوا يخدموا على التربية، الثقافة، هذا هو. والمولودية حكي لي عليها كثير يعني إبراهيم دريش والمجموعة، كانوا داروا تبعوا الثقافة، تبعوا كثير يعني كما يقولوا على الأوروبي لا كولتور، لازم الإنسان يكون مثقف، حتى تاع كرة القدم لازم يكون مثقف، وهذم دافعوا عليها. ما دافعوش غير فلوس، يقول لك ما عنديش فلوس، ما عندهمش، يقول لك اللي عندي هذا إبراهيم دريش. واحد الوقت كنا قلت لهم انايا كنت حبوا نوليو كيما شويه كيما الاوروبيين ولا حاجه، نديروا نروحوا المطعم ناكلوا قبل المباراه، نديروا فطور. قال لي يا إبراهيم مهم بصح وين درنا الاكل؟
في مكان بسيط يعني مش تاع مستوى عالي، حتى الاكل تاعو مش كويس كما يقولوا، مش مليح بصح ناكلوا تما. عم ابراهيم قال تما هز طرف خبز وياكل فيه هاك. قلت له عم ابراهيم ما نفطر معنا؟ قال لي سي كمال ما ناكلش، من جيب ممنوع ليا انا الضمير تاعي ناكل صور الجمعيه، هذا الخبز كي تناكلوا صور الجمعيه. في هذا الحي يقع بيت براهم والياس دريش الرياضيين المعروفين في المولوديه. هنا اجتمع مفجرو ثورة التحرير الجزائري مجموعة 22 في تحضيرهم لاندلاع ثورة التحرير في عموم البلاد. في الواقع مولودية الجزائر أنشئت كوسيلة ثورية في الأساس نظراً لوجود الاستعمار، ولكن الواجهة كانت رياضية، وفي الخفاء وفي الكواليس البعد السياسي كان أقوى. حب الوطن كيبدأ أولاً من الحقرة كنا نشوفوها، يعني كيفاه الفرنسيين الاستعماريين الفرنسيين كيفاه يعبسوا كيفاه يديروا، يعني نشوف ماش قادرين نعدروا. عنصرية الفرنسيين واحتقارهم للجزائريين كانت أكبر محفز لإثارة النزعة القومية لدى الجزائريين. المقابلة الأخيرة تاع مارس 1956 بين لايسوسو هذه تاع بولوغين أو بداك الوقت اسمها سانت جان، كانوا فيها جزائريين لفرير بوشاش الى اخره. Et compensé par une inefficacité qui permet au gardien oranais d'intervenir victorieusement à plusieurs reprises. لما من بعد مولوديه بفضل حمادي الله يرحمه وصلوا يعدلوا النتيجه تما خلاص هذوك ما صابوش روحهم ولا تسيبزازات مناوشات كبيره. كاين واحد خرج اعلام تاع الجزائر، خرج تاع الجزائر، حنا كنا صغار والله ما نعرفوا هني بس خرج اعلام تاع الجزائر والله يعلم هذا السيد هذا، لان تلاقيت مع بيسكري اكتيال لونترينور هذا وباباه تلاقيت معه في شانغولاف، قال لي انا هو اللي خرجت الاعلام هذاك العام هذاك، انا اللي كنت في الدوزيام تريبين وانا اللي خرجت الاعلام. خرج الاعلام كي خرج الاعلام بيان سير كانوا لا بوليس فرونساز هذوك وكذا، نادت حصل ناد دي باغار كادار حصل في ذاك الوقت الشعب كي ضغط الماتش اريتي حصل باغار جينيرال. المهم في تريبين مايدا في الاستاد مايدا في كل يجيو الشعب الجزائريين على كل حال في ذاك الوقت بداو يزقيو سيرس الوريس في ذاك الوقت يزقيو سيرس الوريس يعني باش يقولوا لي سي راس هذو تاع لارمي لا بوليس فرونسيز هذو يقولوا نجيو تسمى معناتها تحقرونا هنا نروحوا لورس قالوا رجال. ما يخفاكش انا كانوا عندي 6 سنين هذاك الوقت، كنقول لك حاجه غريبه 6 سنين كنت نشوف المقابله فوق في دار الشيخ الله يرحمه الوالد يعني الوالد الشيخ، واني شافي نقول لك كي بدات كانت النار شعلوا النار النار ولي سيد كار شفيت لهم كل يوم هذوك اللي سيد كار كيفاش كانوا يضربوا كيفاش كذا وهاربين جيت البحر كذا، اللي شاف الشيخ رفدني هكذا حكمني هكذايا باش كان خايف عليا. و اخذت الثوره طريقها الى حياه الجزائريين. مولودية شرشال ستان كلوب عريق اللي عنده تاريخ
باللعامة تاعو وكلشي. مون إلا إيتي كري أو 1947 إكزاكتومون فيفريي وين إي نابا إيتي أوتوريزي أ بارتيسيبي أو شامبيونا في كو لا كرياسيون تارديف تاعو. وشنو هذيك الوقت هذيك الله عليك تاع هذيك الوقت هذيك فرنسا ليزون أوتوريزي à participer au championnat à partir du mois de septembre. Oui, ils ont participé la saison 47-48, 48-49, 49-50, tel 54. 54, oui, derrière une réunion binetum, c'est-à-dire les joueurs plus les membres créateurs. Oui, ils ont demandé à ce que est-ce que ils rejoignent le maquis. دي مومون كو البلاد حوست عليهم باه يجاهدوا بدون تردد. يسمى في هما في 14 لاعب ومسير معاهم طلعوا للجبل وين استشهدوا في 15 واحد الله يرحمهم. استشهاد فريق مولودية شرشال حدد بدقة توجه المولودية الأساسي. المولودية كانت مولودية الوطن ليست مولودية العاصمة، لأن كل وطن يرى نفسه في هذا الفريق، لأن هذا الفريق كان في الخفاء ينادي للاستقلال. إذن في وهران، في عنابة، في غردية، في لغواط، ولا أدري أين، في كل القطر الوطني كانت الناس تحب هذا النادي لأن كلهم كانوا فاهمين جدرة هذا النادي. وتجاوزت المولودية حدود الجزائر إلى المغرب وتونس. انضم لاعبو كرة القدم الجزائريين الذين كانوا يلعبون في فرق فرنسية لثورة بلادهم، فشكل هروبهم من فرنسا صدمة كبيرة للفرنسيين، وأعطى دفعا معنويا للمجاهدين الجزائريين بتشكيل فريق جبهة التحرير لكرة القدم. كان استقبال بحث انا اللي نشوفه في ليبيا، ما مشيتش البلدان اخرين، ما بصح في ليبيا كان استقبال ما شاء الله، كان من الشعب ولا من المسيرين ولا من الحكومه، كان استقبال ما شاء الله. وين تروح كذلك في اوروبا الشرقيه كذلك، وين نمشيو احنا كنا كسفير الجزائر، هناك سفير الجزائر باسكو ما كانش عندنا سفاره هذاك الوقت، وحنا كي نلعبوا الفريق تاعنا يلعب الجريدات لي زانترفيو كيما نقولوا لا راديو نحضروا الشعب يشوف ويقرا ويشوف الصور، لعبوا قدام 20 30 40 حتى 80 الف متفرج باش بداو يعرفوا شويه واش هي الجزائر. وفي مقر فريق المولوديه في سان لوي كتب عبان رمضان أول مقال له في جريدة المجاهد التي لعبت دوراً في توعية الرأي العام الجزائري لمتطلبات ثورة التحرير. واشتعلت الثورة في عموم البلاد. في 8 أكتوبر 1957 عام 57 و900 وألف استشهد علي لابواند حين قام الاستعمار الفرنسي بنسف المنزل الذي كان يأويه رفقة حسيبة بن بوعلي ومحمود بحميدي وعمر الصغير، وتصاعدت وتيرة الثورة، وأخبار المجاهدين في الجبال بدأت ترفع الروح المعنوية لشعب طال انتظاره للحرية، وجاءت ساعات الاستقلال العظيمة. قولي لا ما بقاش استعمار في بلادنا،
بعد استقلال اتصلوا بنا، كنا محترفين انا بوراس، وكان في هذا جابوا لاعبين ثانيين عواج منهم مجموعه يعني لبس بها، وطلع رفعنا المستوى، المستوى تاع الفريق. والحمد لله انا نعتبر حتى كنت عندي 20 سنه ولا 22 سنه ربونا ربونا دائما، ربونا من الصغر حتى للكبر، يعطيك كلمه برك يعني تعطيك تزيد تصح لك كما يقولوا في الضمير تاعك، وهذو هما مشينا عليها للدرك. الصروح الرياضية الجزائرية مدينة للروح العظيمة للمؤسسين من مولودية الجزائر وغيرها. مولودية الجزائر هي اللي أساس الرياضة الجزائرية اللي في، وخاصة البعد في 58 صبحت يعني في 58 تكون فريق الأفلان اللي نعرف باللي أصبح جوز كذلك ورمز من تاريخ تحرير الجزائر، وأصبحنا اليوم حرين ومستقلين والحمد لله. كل الرياضيين وكل الشباب الجزائري، كل شابة كل شاب جزائري يقدر يمارس الرياضة بكل حرية من فضل هذا الناس، وإحنا فخورين بهم الله يرحمهم ويرحم كل شهداء. وجاءت لعبة تحد بين فريق مولودية الجزائر وفريق باستيا الفرنسي عام 71 و900 و1000 لتشعل صراعا من نوع آخر. عوض أن تكون منافسة رياضية كروية أصبحت في أذهان الجزائريين بصفة خاصة مثل معترك لا ينقصه شأنا من المعتركات التي نفذت هنا وهناك إبان الثورة التحريرية، فكان لابد أن ننتصر آنذاك على الفريق إن لم أقول العدو بين قوسين آنذاك. بدينا الشوط الإضافي، بدينا نلعبوا الشوط الإضافي، جاتني فرصة مع بن قادة دنا واحد اثنين، ولما جيت نسجل الهدف الثالث خرج لي الدفاع نرماها ركنية، وفي هذه الركنية اللي درناها في الركنية هذيك سجلنا الهدف الثالث، هو مقلتي هو اللي سجل الهدف الثالث بالرأس. تدخل إلياي هدف، يا سلام هدف إلياي. انتصار الفريق الجزائري هو دبور رفع العلم أولا، ويحكوا عليه باللي كان يعني في قلق يعني تام، وين نكتة يقول لك لما مثلا كان فيه تسجيل الهدف الثاني تاع بطروني يقولوا سي بومدين خرج على المنصة الشرفية وراح للأروقة ليه، ويقولوا يشطح يعني باش، لأنه كل يوم يعني عنده ما يخرجش يعني واش عنده. مرة واحدة برك لما بكى، لما تكر بعد من الشهداء وكذا وتفكر الأصدقاء تاعو شهداء وبكى، ولكن يحكوا عليه يقولوا لما سجل بطروني كان فيه أمل تاع دونك وقت إضافي، راح للأرويقة مر المنصة الشرفية ويقولوا يعني كان يشطح ويقول إيه بابي يا مولودية. الملعب
المثالي الكبير سي عمرو غبيلة يعطينا إذن انطباعه بعد هذا اللحظات الحاسمة. ونذكرك يا سي عمرو ما في شك أنك تبقى. وتوالت انتصارات فريق المولودية في كأس أندية إفريقيا عام 76 و900 و1000. لكن المعجزة بالنسبة يعني في الحافية نظرا لما قالت عليه الصحف وما تحكي عليه ففريق عتيد. كما كان الحال في باريس كنت نسكن في اوتيل نورموندي هذا في لوبيرا، وكنت صباح كي نحب نشرب قهوه في هذوك لي تيراس، هذوك عندهم لي تيراس ما شاء الله، نحب نشرب قهوه لتماتي. خرجت نمشي حتى حبست لي سياره من نوع ار 30 وار 25 الله يعلم، فيها اربع اشخاص حبطوا لي اثنين وقالوا لي تفضل احنا من الكونسيلة الجزائرية، هل طلع معنا؟ طلعت معهم رحنا الكونسيلة. الكونسيلة قالوا لي وراك ساكن؟ قلت لهم في الفندق فلاني وكذا. جبنا الكابا قالوا لي الرئيس مد لورد باش تدخل الجزائر. احنا قال الرئيس تدخل الجزائر، هذا فخر لنا كما يقولوا، دونك ما علينا غير نرفدوا الباجاج ونحطوا الجزائر. وش يعمل بن شيخ؟ يسجل الهدف الثاني 2-0 لصالح مولوديه الجزائر الان. في حركه الوطنيه لعبت دور المولوديه كلوب دالجي سو لا كوفرتور دون اسوسياسيون سبورتيف افي ان رول ايمينامون بوليتيك. وكان الفوز بعد الفوز، وارتفعت الكرة الجزائرية عاليا. هكذا امتزجت الروح الرياضية بالروح الوطنية في حالة منقطعة النظير لفريق أثر وتأثر في رسم ملامح هوية بلاده لما يقرب من 100 عام. تماشيين مع طموحات الشباب تاعنا، تماشيين كذلك مع الشيء اللي وصلت له الجزائر في الرياضات وبالاخص في المحافل الدوليه. انا شفنا الالعاب الابيض المتوسط، شفنا الالعاب العربيه الشامبيونا تاع، وهنا هذه لا شان، ونتمنوا حاجه اخرى ان شاء الله ان شاء الله في إطار أنت تعرف باللي الشباب نتاعنا واحد موحد. اليوم احنا نبارك لكل الشباب نتاع الشرق والغرب والوسط بإنجازات نتاع مركب هاد في ميلود، هذا مانسيل الاستاديوم مانديلا نتاع دويرة، هو في الواقع نتاع المولودية، يقول نتاع دويرة نتاع مولودية العاصمة.